طلع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز فور عودته من العاصمة البريطانية لندن يوم أمس على واقع الحال في وسط العاصمة عمان عقب الأضرار التي تعرضت لها محال تجارية بسبب الأحوال الجوية التي أثرت على الأردن. وعبر رئيس الوزراء عن أسفه لما حدث من أضرار، مؤكدا أن الوضع مؤلم وأن الحكومة تدرك حجم الضرر، حيث ستقوم بدراسة الأمر والتحقق من جميع جوانبه واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ذلك. واستمع رئيس الوزراء إلى المواطنين وأصحاب المحال التجارية الذين تضرروا جراء هذه الظروف، معبرا عن أسفه لما حدث من أضرار. الوضع بصراحة مؤلم اللي عم نشوفه. الحمد لله على كل شيء، الأمطار اللي هطلت غير مسبوقة، ولكن بنفس الوقت إحنا شايفين حجم الضرر اللي وقع على الناس. يا سيدي بدنا ندرس الأمور ونحقق من كل شيء، وإن شاء الله بنرجع لكم. أنا عم بسمع عن مبادرات على كل المستويات، مبادرات رائعة، هذه بتورجي إنه مواطننا شعبنا كله بوقف مع بعض بهيك حالات، واحنا بنوقف معكم بنوقف مع بعض بهيك ظروف قاسية. فالله يقويكم يا اخوان، احنا معكم ومدركين حجم الضرر اللي صار، ولكن نتماسك مع بنوقف مع بعض.